يا هلا ومسهلا بجمهورنا الكريم، برنامجكم سينما فليكس. سينما فليكس راح نتكلم فيه عن السينما العالمية والسينما العربية والسينما الهندية، حتى الأفلام الكويتية راح نسولف عنها. سينما فليكس راح نحاول فيه نتكلم عن تقييم الأفلام، عن التقطيع، عن الأداء الممثلين، عن الإخراج. بالعربي راح نحط لكم شنو الفيلم اللي يسوى يندش، شنو الفيلم اللي اشترى دي في دي وقعد ببيتكم شوفه، أو حتى إنه ما يسوى نشوفه. ونبلش اليوم معاكم أول فقراتنا من برنامج سينما فليكس. فيلمنا اللي بيسولف عنه اليوم طبعاً هو أكثر فيلم منتظر في عام 2017. فيلم يجمع نجوم كبار، نجوم لهم وزنهم، نجوم غديرين. طبعاً قبل ما نسولف عن الفيلم لازم نرجع 4 سنين وراء. شنو صار 4 سنين وراء؟ بداية عالم دي سي السينمائي. عالم دي سي السينمائي هو خلق عشان ينافس شنو أفلام مارفل. بس طبعاً أشوف إنه يحتاجون بعد يعني أفلام أقوى أو مستوى أحسن وقصص. طبعاً قصصهم دائماً تكون باهتة وتخيب ظن الجماهير. فيلمنا هذا مان أوف ستيل كان هو بداية عالم السينما. مان أوف ستيل طبعاً يتكلم عن قصة سوبرمان وشلون نزل على كوكب الأرض والسوالف. Goodbye, my son. Hopes and dreams travel with you. He'll be an outcast. I'll kill him. How? What if a child dreamed of becoming something other than what society had intended? What if a child aspired to something greater? My son was in the bus. He saw what Clark did. You're the answer, son. You're the answer to are we alone in the universe. Can I just keep pretending I'm your son? You are my son. طبعا من التريلر عرفت شنو الفيلم المنتظر هالسنة. الفيلم هو فيلم جاستس ليج، فيلم يجمع نخبة من النجوم الكبار، فيلم روعة راح يقدم لنا شخصيات جديدة في عالم دي سي. هو شخصية فلاش، شخصية أكوامان، وشخصية سايبورغ. شخصية فلاش يمكن أكثر شخصية هي منتظرة، الناس ناطرة يشوف شنو يقدم. طبعا فلاش اللي بالفيلم راح يكون مختلف عن فلاش اللي بالمسلسل، اختلاف كلي وما لهم علاقة ببعض. وطبعا شركة دي سي مو قاعد تجهز حق بعد هالفيلم، فيلم حق خاص حق فلاش وفيلم أكوامان. اما شخصية سايبورغ الان ما عليها خبر، بس الخبر صار ان الفيلم راح ينعرض بالكويت مع تقطيع يمكن 30 ثانية وبدون زوم مثل المرة اللي طافت، مثل فيلم باتمان فيرسس سوبرمان على وندر وومن. عشان كذي راح نرجع حق فيلم باتمان فيرسس سوبرمان اللي هو الجزء الثاني يعتبر في عالم دي سي سينمائي. اللي قدم فيه بن افليك دور باتمان الكبير وقدم اداء وايد حلو وروعة يعني، والنقاد اثنوا على هالدور. بس انه قبل الفيلم واجه ضغوطات كبيره انه شلون يقدر يمثل هالدور. الفيلم بشكل عام كان سيء يعني الى جيد، هو ينشاف بس انه ينشاف مره واحده لانه يتميز بالاخراج. اخراجه وايد حلو، وايد شيء يعني نار نار نار، بس القصه نوعا ما تعبانه. فعشان كذي جاستس ليج راح يكون هو الفيلم المنتظر هالسنه. Lie in America, Senator. The devils don't come from hell beneath us. They come from the sky. 20 years in Gotham, how many good guys are left? How many stayed that way? He has the power to wipe out the entire human race. طبعا عقب ما صرفنا على كل هالافلام من دي سي ما يصير ننسى اهم فيلم فيهم
اللي هو فيلم سوسايد سكواد، بطولة أحسن ممثل أنا بالنسبة لي هو ويل سميث. لو شنو يمثل، لو شنو يعني يطلع بأي شيء، لو دعاية راح يطلع بالنسبة لي شيء جبار، ما يعني ما أقدر أن أذم فيها الممثل. النقطة ما راح تكون حيادي أمانة، تأكل لكن النقطة ما راح تكون حيادي. فيلم سوسايد سكواد يعني ما عجب وايد ناس، وايد ناس قالوا إنه مو شيء، مو حلو، مو على التوقعات. بس أنا واحد من الناس شفته مرتين يعني تبون الصدق، يعني مرة بالسينما مقطع وايد ما يسوى، ومرة شفته دي في دي. فيلم أنا بالنسبة لي نار، حلو ينشاف يعني مو سيء، ومعاه الممثلة الحلوة مارغريت روبي، هذه شيء جبار. عندها فيلم من قبل إذا تذكرون، فيلم وولف أوف وول ستريت، مثلت مع ويل سميث بعد فيلم ثاني والله حاليا تبون الصدق ناس اسمه، بس ان شاء الله بالحلقات الجايه اذكر لكم. احنا ان شاء الله نقيم الفيلم هذا ونقول لكم عنه. ومعاهم ممثل جارد ليتو المثل دور الجوكر، بس طبعا ما يقدر يؤدي نفس اداء القبله اللي هو اللي مات انتحر، هيث ليدجر. والحين راح احط لكم لقطات شويه من فيلم سويسايد سكواد. Seriously, the hell's wrong with you people? We're bad guys. It's what we do. وآخر فيلم نسولف عنه قبل ما نرجع حق فيلمنا الأساسي اللي هو جاستس ليج، فيلم وندر وومن الحب. فيلم وندر وومن الحب للأسف منع بالكويت يعني الأسباب تافهة، ونعرض بكل دول الخليج. والغريب إنه في فيلم باتمان في سوبرمان شخصية وندر وومن كانت موجودة وتطلع ما صار شيء، بس إنه فيلمها الخاص منع. بس فيلم جاستس ليج إن شاء الله راح نعرض وراح نشوفها مرة ثانية. فيلم وندر وومن يعني برأي النقاد وكل الناس من أحلى أفلام دي سي اللي نزلت، يعني كقصة وأداء ممثلين وأخراج شيء روعة. بترك لهم الحين مع لقطات بسيطة من الفيلم. What is this place? Who are you people? We are the bridge to a greater understanding. Right. Diana! وبالنهاية عقب ما سالفنا عن كل هالأفلام نرجع حق فيلمنا الأساس اللي مثل ما قلنا جاستس ليج. راح نشوف وندر وومن، راح نشوف فلاش، راح نشوف أكوامان، راح نشوف سايبورغ، راح نشوف كل هالشخصيات إن شاء الله بهالفيلم. يعني أنا ودي أعرف أنتم متحمسين حق الفيلم مثلي ولا لا؟ اكتبوا لنا بالكومنت راح نعرف منو متحمس منو لا. Superpowers again? I'm rich. وانتهت رحلتنا اليوم برنامجنا سينما فليكس، عسى كنا خفاف عليكم، عجبكم اختيارنا للفيلم. اي سؤال طبعا عندكم لا تردون تحت بالكومنت، وطبعا اذا عجبتكم الحلقه شير سبسكرايب ولايك، وفمان الله.